Buongiorno ragazzi, oggi facciamo lenti convergenti e lenti divergenti. Cosa significa lenti? Significa adesat. Convergenti significa muhaddaba. Divergenti muqa'ara. Innahardah العدسات المحدبة والعدسات المقعرة. Lenti convergenti e lenti divergenti. Lenti. Cosa significa una lente? Le lenti e l'adesat sono gli elementi base, gli anostri essenziali, per molti strumenti ottici, في كتير من الأجهزة البصرية. يعني إيه الأجهزة البصرية؟ زي التلسكوب، زي المنظار، زي الكاميرا، تمام؟ يعني cosa significa il cannocchiale؟ cannocchiale يعني تلسكوب. بينوكولو، البينوكولو اللي هو المنظار. La macchina fotografica اللي هي الكاميرا، تمام؟ i moderni telescopi اللي هي التلسكوبات الحديثة، تمام؟ normalmente طبيعي ان una lente ان العدسة è un blocco di vetro، ان العدسات دي عبارة عن كتلة من الزجاج، تمام؟ او di altro materiale trasparente. cosa significa materiale trasparente؟ يعني مواد شفافة. يبقى اللينتي العدسات، تمام، بتتعمل او عبارة عن un blocco di vetro، عبارة عن كتلة من الإزاز. إزاز بس؟ لا، ممكن تتعمل من أي مواد تانية ترسبارنت. يعني إيه ماتريالي ترسبارنت؟ يعني شفافة. possiamo classificare le lenti in due tipi: lenti convergenti, lenti divergenti. cosa significa lenti convergenti؟ يعني عدسات محدبة اللي هي الشكل بتاعها عامل كده بالظبط. لينتي ديفرجنتي يعني عدسة مقعرة اللي هو الشكل بتاعها عامل كده، اللي هي فيها كيرف، ماشي؟ يبقى احنا عندنا نوعين من العدسات، لينتي كونفرجنتي، لينتي ديفرجنتي. اللينتي كونفرجنتي اللي هي عدسة محدبة ونعرف شكلها عامل ازاي، تمام؟ اللينتي ديفرجنتي اللي هي عدسة مقعرة ونعرف شكلها برضو عامل ازاي. lenti convergenti, يعني العدسات المحدبة. le lenti convergenti hanno la proprietà di far convergere un fascio di raggi luminosi. يعني ايه؟ يعني اللينتي convergenti, العدسات المحدبة hanno la proprietà, عندهم خاصية di far convergere. يعني ايه كلمة convergere؟ يعني تجمع او تقرب un fascio di raggi luminosi، يعني حزمة من الأشعة الراجي لومينوزي، أشعة ضوئية. باراليلي يعني متوازيين، تمام؟ طب هي بتجمعهم في إيه بقى؟ إن أونيكا بونتا، بتجمعهم في نقطة واحدة، تمام؟ بنسمي النقطة دي إيه بقى؟ ديتا فوكو ديلا لينتي. يعني اللينتي كونفرجنتي بتعمل إيه؟ بتجمع أو تقرب فاشو دي راجي لومينوزي. يعني عندنا ده كده راجيو لومينوزو وده راجيو لومينوزو وده راجيو لومينوزو. باراليلي يعني متوازيين، هم كلهم متوازيين في نفس الخط، ماشي؟ وحطينا هنا لينت كونفرجنت، عملت ايه؟ راحت مجمعهم كلهم في نقطة واحدة اهي، تمام؟ طب احنا هنسمي النقطة دي ايه؟ هنسميها فوكو ديلا لينت. يعني النقطة دي كده اسمها بونتا دي الفوكو، تمام؟ النقطة دي كده اسمها فوكو. يبقى اللينت كونفرجنت العدسات المحدبة بتعمل ايه؟ انو لا بروبريتا، عندهم خاصية دي فار كونفرجر ان فاشو دي راجي لومينوزو، انها كونفرجر يعني تقرب او تجمع راجي لومينوزي اللي هي الأشعة الضوئية، باراليلي اللي هي متوازية. يعني احنا لو عندنا أشعة ضوئية كده اهي متوازية ماشيين كده وحطينا قدامها لينت كونفرجنت، ايه اللي هيحصل؟ هتروح مجمعاهم كلهم في نقطة واحدة. طب النقطة دي هنسميها ايه؟ هنسميها فوقة.
lenti divergenti. Cosa significa? Lenti divergenti, يعني العدسات المكعرة. ماشي. Le lenti divergenti, le adesate mucara, hanno la proprietà di far divergere. يعني عندهم خاصية far divergere, يعني إن هي تقدر تفرق أو تبعد un fascio di raggi luminosi. Un fascio di raggi luminoso. يعني لو احنا عندنا lenti divergenti وجا عليها كده راجي لوميينوزي هي بتبدأ تبعدها في اتجاهات تانية، يعني بتفرق الراجي لوميينوزي أو تبعدها عن الاتجاه بتاعها. Queste lenti vengono usate. طب بنستخدمها في إيه بقى اللينتي ديفيرجنتي؟ Queste lenti vengono usate per le persone ميوبي. Cosa significa le persone ميوبي؟ يعني الناس اللي عندها قصر نظر. يعني إيه؟ In italiano cioè che chi vede bene da vicino e li بيشوف كويس من قريب e vede male da lontano بس من بعيد بيشوف male سيء. تمام. يبقى lenti divergenti vengono usate per le persone miopi. Cosa significa miopi? يعني الناس اللي عندهم قصر نظر che vede bene da vicino e male da lontano. Applicazioni delle lenti, يعني التطبيقات اللي بنستخدم فيها العدسات. ممكن نستخدم العدسات دي عشان نعمل ايه؟ ماكينة فوتوغرافيكة اللي هي الكاميرات، الكاميرا بيبقى جواها عدسة. ماشي. ميكروسكوبي، الميكروسكوب بيبقى موجود جواها عدسات. كانوكيالي اللي هي التلسكوب. اوكيالي دا فيستا اللي هي النظارات بتاعة الرؤية. Il vostro compito, dovete prima studiare bene la lezione e poi fate il disegnare i tipi di lenti. يعني ايه؟ يعني هنرسم هنا lenti divergenti وهنرسم lenti convergenti. هنرسم الرسمة بتاعتها. E così finita la lezione. E grazie per l'attenzione.